هنتكلم النهارده عن مشاكل الدراسه، هنعرضها لاول مره بطريقه مختلفه خالص. في حاجه اسمها صعوبات تعلم، بطيء التعلم، وفي حاجه اسمها متاخره دراسيا. يعني ايه صعوبات التعلم؟ هنقول الفرق بالسبب بالعلاج. صعوبات التعلم فيها معدل الذكاء للطفل او الاي كيو بتاعه بيبقى من 90 فيما فوق، يعني بيبقى طبيعي مفيش مشاكل خالص. والطفل ده يا جماعه معدل الذكاء بتاعه الطبيعي مش معناه ان هو طبيعي او ما عنده صعوبات في التعلم يبقى متاخر ذهني خالص، لا، بيبقى طبيعي جدا في ذكائه وفي اموره الحياتيه انسان عادي خالص، شكله الطبيعي ما فيهوش اي مشكله خالص، بس بيبقى عنده مشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله في الطفل ده يا جماعه بيبقى عنده منخفض في المواد الدراسيه الاساسيه. زي ايه؟ زي الرياضه والقراءه والاملاء. الطفل ده بيبقى محتاج تحفيز ومحتاج نعالج نقطة هي اللي بتأثر في الدراسة، مع ان معدل الذكاء بتاعه طبيعي. الذاكرة بيبقى عنده فيها خلل، ومراكز الإدراك ومراكز المسؤولة عن الفهم والاستيعاب. المراكز دي لما بياخد لها علاج بتتحسن معاه الحصيلة بتاعة الدراسة، مع انه في الأمور الحياتية طبيعي جدا وما عندهوش مشكلة. طيب الطفل التاني اللي هو بطيء الدراسة، او احنا قلنا صعوبات التعلم وفي متاخر التعليم وفي صعوبات الدراسه. متاخر التعليم الاول، الاي كيو بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ معدل الذكاء بتاعه بيبقى دون 70، ودي بيبقى فيها حاجه اسمها ام ار او تاخر ذهني، وبيبقى لها ديجري او لها درجات معينه. الطفل ده يا جماعه بيبقى عنده مشكله في الاستيعاب، مشكله كبيره جدا، وبيبقى عنده دايما مشكله في الامور الحياتيه بتاعته، وكل المواد الدراسيه كلها بيبقى منخفض فيها. ده خلي بالكم الطفل ده بيبقى محتاج معاملة من نوع خاص، بيبقى محتاج فصل معين. هي فصول محتاجة احتياجات معينة او محتاجة احتياجات خاصة للقدرة العقلية بتاعته، لان دي بتبقى جينات هو توارثها ومش قادر يستحمل الدراسة بتاعته في اي مادة، وبيحصل هبوط في جميع المواد الدراسية. اما في صعوبات الدراسة، صعوبات الدراسة الاي كيو او معدل الذكاء بتاع الطفل بيبقى طبيعي من 90 فيما فوق، يبقى كده معدل الذكاء كويس. طيب الطفل ده بيبقى عادي، شكله عادي ما فيهوش مشاكل، بس عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي سواء مع زمايله او حتى مع الاب والام. بمعنى التواصل الاجتماعي يعني بيبقى عصبي، عنيف، كاره المدرسة، مش حابب ان هو يروح المدرسة، لكن تواصله الاجتماعي مع زمايله في اللعب كويس جدا، ما عندوش اي مشكلة. في اللعب والكمبيوتر ما فيهوش اي مشكلة، لكن الطفل ده مش حابب وعنده دايما هبوط او مش او ما عندوش رغبة انه يوصل للدراسة خالص. وده بيبقى محتاج الطفل ده نغير تفكيره عن الدراسة بالتحفيز وبالعلاج، وبنحاول نعمل له جلسات. الجلسات دي بتنمي مهارة الطفل وبتغير من اسلوبه وسلوكياته بالنسبة للدراسة. بالإضافة كمان بنعمل له برنامج غذائي كويس جدا، لان على فكرة معلومة خاصة ان العلاج بالغذاء وبالدواء بيأثر في المود بتاع الطفل وبيأثر في تحصيله. ونتمنى من اطفالنا ان هم يكونوا على احسن حال. اشكركم.